رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الأعزاء، وأكيد كلنا شفنا رواد فضاء في الصور والأفلام، لكن هل شفنا أطفال فضاء؟ هو ده اللي هنقدمه النهاردة في عيش صح، مع مجموعة أطفال من الفضاء اللي اتدربوا في المرصد الفلكي بالجامعة الأمريكية وبقوا تقريبا رواد فضاء، ودي أول مرة تحصل في العالم كله، وعندهم معلومات كتير بيدرسوها كمان لأطفال زيهم عن الفضاء. معنا النهاردة حبيبة وأحمد وأحمد، وكمان معنا الدكتور علاء إبراهيم، مدرب مدير المرصد الفلكي بالجامعة الأمريكية. مساء النور، ازيك يا دكتور؟ برضه مدرب ليهم. وطبعا ده احنا لسه هنتكلم النهارده كتير. مساء الخير حبيبه، ممكن تشيلي الهلمت بقى؟ شيليها، افتح الهلمت، شيليها 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 كلها. ايوه احمد، احمد ازيكم؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ كويسين؟ مبسوطين بالخوذه دي النهارده؟ حرتك يا عيني يا حبيبه، اتحرت شويه. اخباركم ايه؟ اللبس اللبس الحلو اللي انتوا لابسينه ده؟ لبس الفضاء. لبس الفضاء. طب بصي بقى، انا هسال سؤالين من دكتور علاء وبعد كده ارجع بقى اقعد معاكم عشان تشرحوا لي كل اللي بيحصل النهارده، اتفقنا؟ دكتور علاء في الاول استعرت الخوذه بس. دكتور علاء في الاول عايزين نتكلم على التجربه دي وعلى المشروع بتاع رواد الفضاء للاطفال. اطفال الفضاء بالظبط. هو ده في الحقيقه يعني نشاط لخدمه المجتمع اساسا، وده جزء هام لكل جامعه ان يبقى فيه بناء جسر للتواصل والتعاون مع المجتمع خارج النطاق الرسمي من التعليم ومن الابحاث. فده دور هام اساسا ان يبقى فيه نشاط لخدمه المجتمع في التخصصات المختلفه. يعني احنا كمرصد فلكي حريصين ان بيبقى فيه أنشطة للتوعية العلمية على مدار العام، بيبقى فيه رصد فلكي، بيبقى فيه أفلام، وبيبقى فيه يعني public lectures، ندوات و لقينا إن الأطفال اللي كانت بتيجي مستمعين بالدرجة الأولى، في مجموعة منهم شاطرة قوي، عندهم طموح اكبر ان هو عايز يكون يبقى رواد فضاء فعلا، ويبقى يعني مشارك ان هو يبقى جزء من النشاط، انه يعني مش يعلم يبقى اطفال متلقي طول الوقت، لا ده عايز يبقى هو يدي محاضره، عايز يدي اداء مسرحي عشان يعلم الاطفال اللي زيه واللي اصغر واللي اكبر منه عن الكون، عن استكشاف الانسان للفضاء، هبوط الانسان على القمر، وان ازاي ده بيلعب دور مهم قوي للحفاظ على الحياه على كوكب الارض. دي فقره هم هيتكلموا عليها كمان، هيتكلموا عليها شوية. كمان شويه، بس قبل ما يتكلموا عليها بس عاوز ارجع اسال حضرتك سؤال تاني. عشان يتدربوا على ازاي يكونوا رواد فضاء بياخد وقت قد ايه معاهم او يعني بنتكلم على من اسبوعين لثلاث اسابيع، بحيث ان هو الاول بنعرفه بنحطه في المود ان هو يلبس لبس بدله لبس فضاء، يلبس الخوذه، وبنجيب له مجموعه من التول زي ما احنا شايفين مكت لمكوك الفضاء، وفي حاجات اكبر، وبرده بنجيب يعني مكتس للسولار سيستم، المجموعه الشمسيه، بحيث ان هو يقدر الوقت يتكلم عن كل كوكب، بحيث الوقت يقدر يقول ازاي الانسان بيركب في مكوك الفضاء وينطلق الى خارج الكره الارضيه عشان يستكشف عجائب الكون. ودي برضو فقره اخرى هيكلمونا عن عجائب الكون. الله حبيبه، انت عندك كام سنه يا حبيبه؟ انا عندي 8 ونص. وانت يا احمد؟ 8 ونص. وانت يا احمد؟ 9. طيب احكوا لي كده ايه اللي خلاكم تقولوا احنا عاوزين نتعلم عن الفضاء؟ قولي لي كده يا حبيبه. عشان ممكن، عشان مهم ان الانسان يعرف الكون اللي حواليه فعلا. وانت لما بتعرفي كل حاجه عن الكون اللي حواليكي بتحسي ان انت فهمتي حاجات كتير؟ طب وانت يا احمد ايه اللي خلاك كده تقول لا انا النهارده عاوز اتعلم حاجات عن الفضاء؟ ايه اللي حببك فيها؟ عشان اعلم الاطفال عشان انا هطلع طيار. هتطلع طيار وهتلبس الخوذه والكلام ده كله وتطلع في مكوك فضاء؟ وما خفتش خالص؟ وانت يا احمد؟ انا عايزه اتعلم معلومات عن الفضاء عشان يعني مش لازم يعني اتعلمها لما اكبر، عادي يعني لما اتعلمها وانا صغير. برافو، ده ايه الشطاره دي؟ برافو، يعني كويس جدا ان في ولاد على وعي بان هم لازم يكون في مواد علميه هم حابينها، ويعني ده مثال عظيم للاطفال في مصر. انا اديله فرصه واخلق له مجال ان هو ينفس او يحقق او يشوف الطموح بتاعه ده، ان هو ممكن يبقى واقع، وان هو ممكن يبقى بيتحول الى ان هو بيلقي ندوه او بيتكلم بيعمل اداء على المسرح. يلقي كمان ندوه؟ طبعا وهم هيعملوا جزء كده الان، فده كويس ان هو بيبني ثقه وبيبني شخصيه الطفل وهو في سن صغيره. يعني جميع العلماء لو بنقول اينشتاين هو اكبر عالم، هو قال انا حابب افهم الكون نتيجه ان والده اداله بوصله وهو عنده 4 اعوام،
لما لقى البوصله بتتجه الى اتجاه ثابت بغض النظر انا بحركها ازاي، قال انا من اللحظه دي انا قررت اني افهم كيف يعمل الكون. يعني الاب والام او المدرس هم اللي بيزرعوا في الطفل حاجه زي كده. طيب انا هنزل جنبيكم هنا، بس استنوا هقعد جنبيكم عشان ايه تحكوا لي الحكايه، بس ناخد ايه المايكات كده معايا وانزل اقعد جنبيكم كده. ممكن اقعد جنبيكم؟ هتحكوا لي بقى حكايه ازاي الانسان وصل للفضاء، ازاي بقى؟ ممكن تحكوها لي؟ فاحنا هنقول ان احنا مع اطفال الفضاء نتعرف سوا على عجائب الكون، هنتعرف ازاي ان الاجرام اللي في السماء، الشمس والقمر والنجوم دي في الحقيقه ليها دور مهم جدا لينا هنا على الارض. يلا بينا نروح رحله جديده ومعانا الاطفال اللي بيشوفونا كده من غير ما نقول لاصحابنا معلومات عن الفضاء اللي الرحله رايحاله. عندك حق يا حبيبه، لازم الاول نعرف معلومات عن استكشاف الفضاء. تعرف يا احمد اننا ممكن نستخدم عقلنا ونفكر افكار توصلنا للقمر؟ طبعا يا حبيبه، فكرتيني بحاجه مهمه. عارفه حكايه الكلب لايكا؟ اعتقد انها راحت رحله للفضاء. فعلا كانت اول كائن حي يروح رحله للفضاء لمدتها 7 ايام. ده حصل سنة 1957، دارت حول الأرض عدة مرات. يا هي أحمد دي أكيد اشتهرت قوي. فعلا طبعا في كانوا في روسيا عملوا طابع بريد عليه صورتها، وفي وكالة ناسا سموه قطعة من كوكب المريخ باسم رحلة الكلبة لايك. وأكيد يا أحمد الرحلة دي هي السبب إن أي كائن حي ممكن يفكر إنه يسافر للفضاء. أكيد يا حبيبي. فعلا بعدها كان أول رائد فضاء يوري جاجارين أول إنسان طار للفضاء سنة 1961، دار حول الأرض مرة واحدة ومدة الرحلة كانت 2 ساعة. المفاجأة الجميلة إن الرحلة اللي كانت سنة 1963 كانت لأول امرأة تسافر للفضاء، فالنتينا تريشكوفا، وقدرت إنها تعيش في الفضاء 3 أيام ودارت حوالين الأرض 48 مرة. بجد شيء رائع يا حبيبة، والأروع كمان لما نعرف إننا وصلنا للقمر وحجمه وصفاته. ده صحيح يا أحمد، إحنا عرفنا من رحلات الفضاء إن الأرض بتبعد عن القمر 400,000 كيلومتر، وإن حجمه أصغر بكتير من حجم الأرض، وإن وزن الإنسان على القمر سدس وزنه على الأرض. يا بجد؟ طبعاً، وده خلى لو وزنكوا على الأرض 100 كيلو هيكون وزنكوا على الأرض 16 كيلو بس. يا ترى مين سعيد الحظ صاحب أول رحلة للقمر؟ هو كان لوحده؟ كانت المحطة اللي بعد إرسال الكلب لايكا هي الهبوط على القمر، وكان أول رائد فضاء يهبط وماشي على القمر هو نيل أرمسترونج. وده كان إمتى؟ ده كان سنة 1969، وكمان هو قعد يوم كامل على سطح القمر هو وزميله إدوين أولدرين عشان يجمعوا صخور وأحجار عشان يدرسها العلماء على الأرض ويتعرفوا على نشأة القمر والمجموعة الشمسية. أجمل حاجة يكتشف الإنسان المخلوقات اللي حواليه. وهو كان في رحلات تانية يا أحمد للقمر ولا هي كانت مرة واحدة بس؟ هما كانوا 5 رحلات. كويس، وكم واحد نزل على القمر؟ 12 رائد فضاء. كويس قوي. هل القمر فايدته لينا انه بينور لنا بس بالليل طبعاً، ولا ليه فوائد اكتر من كده؟ ليه فوائد اكتر من كده. طب انا عايز اعرفها، لان انا بس عارف انه بينور لي بالليل بس، ومعظم المشاهدين عارفين انه بينور لنا بالليل. ممكن يكون ليه تأثير على الارض زي ايه كده؟ انا عارف ان القمر بيساعد الارض على تنوع فصول السنة، يعني تخيلوا لو كنا في فصل واحد صيف أو شتاء كنا هنعيش إزاي؟ دقيقة واحدة يا أحمد، لو إحنا كنا في فصل واحد بس طول السنة كنا هناكل أكل فصل واحد بس طول السنة. وأنا أعرف إن جاذبية القمر بتحافظ على استقرار الأرض وهي بتدور حوالين محورها. وما تنسوش المد والجزر، وده مهم للأحياء البحرية عشان تتنفس الأكسجين، وده برضو مهم للإنسان. كويس جدا، القمر ليه فوائد اكتر من ان هو بينور لنا بالليل. الحدث اللي انتج القمر هو اللي خلى الارض تميل عن المحور بتاعها ب 23 درجه، الميل ده هو اللي بيدينا الاربع فصول. تخيلوا من غير كده المكان الواحد، المدينه الواحده على الارض هيبقى ليها فصل واحد بس 12 شهر، المحاصيل والاحياء اللي بتبقى موجوده اللي احنا بنعتمد عليها مش هتبقى زي ما احنا شايفينها دلوقتي. وبرده نتيجه الارض بتدور حوالين محور مائل، لو سيبناها كده لوحدها الاتزان ده او هتدور بشكل
غير هادئ. وجود جاذبية القمر بيحفظ الأرض الاتزان الهادئ بتاعها، وبرده المد والجزر بيسمح للهواء ان هو يغذي الأحياء اللي هي تحت البحر. وفي فايدة رابعة انا هقول لكم عليها، ان الحدث اللي انتج القمر خلى المعادن اللي كانت موجودة اساسا في باطن الأرض تبقى قريبة من السطح، بقت سهل الإنسان إن هو يستخرجها وهي قريبة من السطح، وإلا كانت تبقى صعبة علينا قوي إن تبقى حضارة الإنسان معمولة من الخشب ومن الورق من الأشجار. طيب ممكن نبعد عن القمر ونزور كواكب تانية؟ أنا عايز أروح كوكب المريخ، وأنا عايز أروح كوكب الزهرة، وأنا عايز أروح كوكب نبتون. طبعا كل ده ممكن، ودي هتبقى رحلات جاية لأطفال الفضاء، والمشاهدين هيتابعونا في العروض اللي هم بيعملوها كل شهر. هيبقى فيه هنزور كل كوكب من اللي هم عايزينه، وهنتكلم عن خصائص هذا الكوكب بعد ما عرفنا عن فوائد القمر وبعد ما زورنا القمر. مستعدين نهبط على فين؟ على الأرض طبعا. كوكب المحظوظ. الكوكب المحظوظ، وليه سميناه كده؟ علشان هو لا قريب قوي من الشمس ولا بعيد قوي عن الشمس، عشان كده الميه موجوده في الحاله السائله، والميه موجوده بسبب الشهب المثلجه اللي هبطت على الارض، وكمان البخار الماء اللي طلع من سطح البراكين. شكرا يا احمد، انت كده عرفتنا الميه جت منين على الارض، وان برضو انها ليها اصل كوني، او ان هي جايه اصلا كمان من الفضاء. شكرا ليكم فريق اطفال الفضاء، هنستناكم المره الجايه. الحقيقه انا فخوره بيكم، برافو والله العظيم برافو. انا عن نفسي في معلومات كتير جدا ما كنتش عارفاها، بس انا عاوزه اسال حبيبه، انت عاوزه تبقي زي فالنتينا كده تطلعي فوق في الفضاء؟ اه. وانتوا عاوزين تبقوا زي ارمسترونج كده؟ طيب هتعملوا ايه بقى؟ انتوا عاوزين يعني تقعدوا تذاكروا كده كتير كتير، ولا عاوزين بقى تعملوا مثلا تجارب تانية كده؟ يعني ده عاوز اعرفه منك يا دكتور برضو، هل بيقعدوا بتديهم محاضرات بس ولا بتعملوا حاجات عمليه شويه؟ هو اول حاجه ان هم يعني عندهم شغف بالتخصص ده، يعني اساسا هو جاي جاهز يعني، او جاي الى حد كبير ما شاء الله. حضرتك بتتكلم في اسبوعين استعداد ولا؟ فهو بيسمع وبيقرا، الاسره في البيت الاب والام بيجيبوا له كتب، فهو جاي لي وعنده حافز ان هو حابب قوي التخصص ده، وده بيدل على ان الطفل بيولد عالم. الطفل بيولد عالم، واحنا بعد كده اللي بنغير ده او اللي بنمكنه انه يبقى عالم بجد. نحفز فده البدايه، ان هم اطفال الاسره كان ليها دور هام، المدرسه برضو خليني اشيد بدور المدرسه كان ليها دور هام. فاحنا حبينا نروح للخطوه اللي بعد كده، هل هم اطفال شاطرين بيجيبوا درجات عاليه وبس كده؟ لا، ده انا هخليه يدي نشاط يساعد الاطفال الاخرين، وفي نفس الوقت هيبني عنده سيلف استيم عالي، سيلف كونفيدنس، ثقه، ده مهم جدا. وان احنا بنقول ان ده نشاط لخدمه المجتمع، يعني خدمه المجتمع ليست حكرا على الباحثين والناس الكبار في السن، ده الطفل ممكن يبقى محور ويبقى حلقه في نشاط خدمه المجتمع. انت بتذاكري كتير يا حبيبه في البيت ولا بتحبي بس تقري في الفضاء وكده؟ يعني انت شاطره في المدرسه، بياخد منك تقريبا وقت قد ايه كده ان انت تقعدي تقري كتب في البيت عن الفضاء؟ ساعه بس. مامي وبابي بيقعدوا يقروا معاكي؟ وانت يا احمد بتذاكر كويس؟ بتجيب درجات كويسه؟ وانت شكلك انت شقي وبتطلع على المكوك على طول، انت شكلك كده شقي. بتعمل ايه؟ بتذاكر كويس في البيت؟ بتعملوا ايه بقى مع اصحابكم؟ يعني لما بتروحوا المدرسه بتقعدوا تتكلموا معاهم عن الفضاء، بتعلموهم، ولا بتقولوا لهم يجوا بقى عندكم مثلا في الجامعه الامريكيه؟ مظبوط. وبيبقى في انشطه في اماكن خارج الجامعه اصلا، يعني احنا مش بعيد كنا في مول العرب وبنروح اماكن اخرى بحيث بنوصل للناس، يعني وبتعملوا ديمونستريشن او بتعملوا مثلا يعني جزء ان الجامعه تفتح الابواب بحيث ان تسمح للمجتمع انه يجي ويشوف الانشطه و اللي هو الاوبن داي او اليوم مفتوح، بس برضو جزء آخر إن إحنا نروح للناس في المكان اللي الأسرة بتروح فيه طبيعيا مثلا خلال الويك إند، فهم عملوا أنشطة وإحنا عملنا أنشطة رصد فلكي في المولز مثلا، فده بيبقى بعد آخر. والبعد الثالث إن يتحول الناس اللي بتشارك، بس إنه يتحول إنه يبقى جزء من الفريق، جزء من التيم اللي بيثري واللي هو بيضيف بعد جديد قوي
ان الموضوع ما هوش حكرا على يبقى باحث الكبار. او يبقى عالم او يبقى كبير، لا ده ممكن يبقى مبدع، والاطفال في الحقيقه عنده جزء الابداع اكبر منا. اكيد اكيد. فاحنا لما نديله الامكانيه دي هو بيضيف لنا، هو بيفتح لنا دلوقتي افق جديده وبيخلينا يعني نفكر في ازاي نخليهم ما كناش هنقدر نعملها بدون التلاحم او الترابط ده. دكتور دلوقتي انا شايفه يمكن حاجات ملونه كتير قوي قدامي، وحاجات تجذب الاطفال ان هم لازم يتعلموا. تمام. يعني حضرتك كده من شويه كنت بتطلع طياره بالظبط، دي حاجه يعني الحقيقه هو عشان نوصل للفضاء لازم الإنسان برضو يستخدم الطيران، فده جزء هام إننا الوقت مفروض يعني نقدر نطير، فهو برضو هيبقى محور آخر إن هو يحكي قصة الإنسان كيف يعني قدر يسيب الغلاف الجوي للأرض ويصل إلى القمر. الأطفال اللي هيحكوا دلوقتي يعني هو بالظبط بيبقى فيه كذا كونتنت أو كذا محتوى بيتكلم على كواكب السولار سيستم، بيتكلم على الفضاء. وحضرتك بتستخدم الادوات دي يعني انت بتشرح يعني لهم بتستخدم السبيس شاتل دلوقتي المفروض ده يبقى عرض على المسرح ويروح ويتكلم ويشاور على القمر اللي احنا عندنا نموذج ليه ورا دلوقتي. ده على فكره اهداء من الدكتور فاروق الباز، ادانا النموذج ده كده. دي كره بتشرح شكل القمر، عندنا نموذج اخر ليه على التيبل هنا. فهو في الاساس لما بيتكلم على القمر، لما بيتكلم على الارض، لما بيتكلم على المكوك اللي بيخلينا نغادر سطح الارض، احنا يبقى اكتر ان هو بيقول ده ان الناس تشوف بالذات من ده انا بتكلم هو يجرب. فبالتالي انا بستعين بالنماذج دي بحيث انها بتوصل الفكره بشكل محبب قوي. وبرده نشاط اخر بعد الاكتيفيتي دي الاطفال ممكن تيجي بقى وتجرب بنفسها ويبقى فيه تفاعل. المثل او الحكمه بتقول قل لي وسوف انسى، ومش مذاكره في كتب وحفظ، هو ده اهم من اي حاجه لان هو ده اللي بنعاني منه يا دكتور في التعليم ان هو ورق وحفظ وخلاص. لا طلقين. يعني صور بالظبط. وده بعد ان النشاط ده بيفيد في فهم افضل لمناهج العلوم والهندسه للاطفال لما بيلاقي تلاحم بين العلم والفن، العلم والانترتينمنت او الترفيه. فده برضو بعد اخر ان الترفيه ممكن يبقى فيه جزء علمي طبعاً. وممكن يبقى طبعاً. معرفه وعلم جديد في شكل محبب، في شكل بيضيف بسيط. جديد بسيط. والاسره زي ما بنروح المول، زي ما بنروح تيجي وتتفاعل معاهم، بقدر اجي في نشاط ده. الحكمه اللي انا كنت عايز اقولها قل لي وسوف انسى، ارني وقد اتذكر، اشركني وسوف افهم وابدع. فان يبقى في تلاحم وان الاطفال يعني تشوف وتعمل بايديها وتشارك، ده اللي هيخليه يفهم وده اللي هيخليه يبدع. مظبوط. طيب احنا عاوزين نروح للطياره والانسان بعد الهبوط. مظبوط قوي قوي. تمام. طيب هم الولاد هم اللي هيحكوا. يعني عشان نصل للقمر بنمر بكام حاجه، بنركب فين الاول؟ مكوك الفضاء. بنركب في مكوك الفضاء ولازم نلبس بدله معينه لو نقف كده عشان نوري. وانا هقعد على الكرسي، ممكن اقعد على الكرسي؟ البدله ممكن. بتاعتنا شكلها ايه وبتبقى بتفيدنا في ايه، والهلمت برضو الخوذة دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها الهواء، انبوبات الاكسجين، وبيبقى فيها الميكروفون اللي انت بتتكلم فيه مع المحطة على الارض. فهو لازم الاول يبقى في الشكل او في الهيئة او في الحاجة اللي هي اللي تأهله ان هو وهو فوق. طبعا. وان بيبقى فيه بدله بشكل اورنج وواحده ثانيه بشكل ابيض، ايه الفرق بينهم؟ ايه اللون ده؟ ايه واللون ده ايه؟ اورنج بينور ولا ايه؟ قول يا حبيبي. البدله الاورنج بيبقى استخدامها ايه والبدله البيضة بيبقى استخدامها ايه؟ الاورنج بتبقى لما يطلعوا الفضاء والبيضة لما يبقوا لسه في المحطة أو العكس. تمام فعلا؟ تمام. ده ليه بقى ممكن بيبقى كود، بيبقى كود معين. تمام. هو على الأرض لحد كبير بيبقى لابس الأورنج، ولما بيطلع فوق بيلبس البدلة البيضة. ودلوقتي لما بنطلع فوق احنا دلوقتي بيبقى معانا تانك كده، التانك ده والروكيتس دي هدفها ايه؟ ان هي تطلع للفضاء، ان هي تتغلب على جاذبيه الارض اللي هي بتشد الانسان دايما. فهو عارف ان انا لازم في قوه هائله عشان تبقى عكس جاذبيه الارض، وان يبقى في طاقه معينه، وعشان كده بتخلينا لحد دلوقتي بس احنا وصلنا للقمر كرحله فيها رائد فضاء نزل على القمر. لكن عشان اروح للكوكب اللي بعد كده ممكن محتاج امشي قد ايه عشان اروح لاقرب حاجه بعد القمر؟ مين اللي اقرب حاجه بعد القمر لينا؟
المريخ. المريخ تمام. طب لو انا هسافر المريخ هاخد كام سنه دلوقتي؟ 16 سنه. 16 سنه عشان اروح واجي، لكن رحله ان انا اصل بس 8 اعوام. الطاقه اللي موجوده دلوقتي بتخليني اخد وقت كبير، عشان كده لم يحدث ان الانسان هبط على المريخ. فمحتاجين فكره جديده، محتاجين افكار تخلي كميه الطاقه افضل واحسن، بحيث رحله الثمان اعوام تقل قوي. بمناسبه المريخ بس يا دكتور، انا كنت بسالك السؤال ده قبل الهوا، فعلا احنا ممكن نروح نعيش على المريخ ولا لا؟ هو حتى الان يعني هو كوكب له سطح صلب زي بالأرض. زي الارض، فده اول شرط، لان في كواكب اخرى بشكل كبير عباره عن كوكب غازي او كوكب سائل، فصعب ان انا اهبط اصلا عليه. تاني حاجه ان لازم يبقى فيه غلاف جوي. المريخ الغلاف الجوي بتاعه ضعيف جدا، فالى حد كبير لو هنعيش على القمر او هنعيش على المريخ دي هتبقى ويك اند، هنروح فتره ونرجع تاني واكسجيننا معانا وعدتنا ويانا ولا حاجه، اذا معانا الاسلوب اللي يخليني ازرع على المريخ. عشان كده هم قالوا ان الارض كوكب محظوظ، ان هو على المسافه. ده احمد اللي قال، انا ابتديت احفظ اهو. على المسافه الملائمه من الشمس اللي تخلي درجه الحراره وكده بتسمح للماء ان هو يوجد في الحاله السائله، وفي هذا الشكل يمكن للانسان ان يعيش عليه. طبعا وجود غلاف جوي ده شيء مهم جدا، وطبعا في كواكب اخرى اكتشفها الانسان، فهم بيدوروا دايما على كوكب على مسافه قيام الحياه حتى يطلق عليه زي ما بيقولوا توأم للارض، ان هو موجود على مسافه من النجم بتاعه تسمح بان الميه تبقى موجوده سائله زي القمر والارض، يزرع وانه يبقى ليه غلاف جوي، لان الغلاف الجوي بس بيحمي وبيدي الهواء اللي بنعتمد عليه، ده هو ايضا بيقي الارض من الاجسام التي ممكن ان تهدد حياه زي حدود الإنسان. زي بيكون حدود. نعم. طب هم هيقولوا حاجه كمان؟ هما يعني لحد كبير كده دي الفقره، لو في اي حاجه عاوزين تضيفوها. طب حبيبه قولي لي، ايه اكتر حاجه حبيتيها ان انت تعلميها في الفضاء؟ حاجه عن الكواكب ولا عن القمر ولا عن ايه اكتر حاجه حبيتيها قوي؟ عن القمر. عن القمر؟ قعدتي تقري كتير قوي عن القمر. طب وانت يا احمد ايه اكتر حاجه حبيتها؟ الالوان ولا اللعب ولا ان انت تعرف معلومات ولا ان انت تروح ان انت تعرف معلومات؟ والمعلومات دي انت عندك اخوات في البيت قد ايه؟ اخ عنده كام سنه؟ سنتين. لسه صغير صح؟ بس بتقعد تتكلم معاه وتحفظه بالعافيه ولا لا لسه؟ لا لسه بيقعد يعض فيك. بس مش مشكله النهارده يعض فيك، بكره تبقى تعلمه وتاخد بطارك، مش مشكله يعني، طلعه هو على الفضاء. طب وانت يا احمد ايه اكتر حاجه عجبتك في موضوع الفضاء ده؟ الفضائيين اللي هم رواد الفضاء. نفسك ان انت تطلع فعلا تكبر كده وتشتغل رائد فضاء؟ فعلا؟ ان شاء الله بالتوفيق. انا مبسوطه جدا 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 بيكم، واللي بسطني اكتر ان فعلا يعني ان في اطفال مصريين علماء من هم صغيرين، ومدام زي ما حضرتك قلت فيهم الحافز ده وحب القرايه وحب ان هم يستطلعوا ويعرفوا، ده اهم من مذاكره والتلقين زي ما حضرتك كنت بتقول فعلا. تمام. اتمنى يا رب كده ان شاء الله اقابلكم كمان كام سنه كده وتاخدوني فسحه في السبيس شاتل. يعني تاخدوني الفريق مفتوح لو في اطفال اخرين عايزين. ازاي يتواصلوا بقى مع حضرتك يا دكتور؟ طبعا على الفيسبوك، لو بس يعمل سيرش او يبحث على صفحه المرصد الفلكي بالجامعه الامريكيه هيبقى ده محور التواصل معانا، وبرده ده المحور اللي احنا بنعلن عليه لما بتبقى فيه انشطه. الانشطه دي على فكره يعني اوبن للبابليك، لكل الناس انها تقدر تيجي، وهي مجانا اساسا، فده نشاط خدمي. يبقى الفيسبوك المرصد الفلكي بالجامعه الامريكيه، لو حضرتكم حابين ان انتم تعرفوا اي استفسار، ولو حابين ان انتم تشاركوا في كل يمكن هيبقى في انشطه جايه قريب ولا على الاقل بيبقى في نشاط كل شهر بنعلن عليه من على الفيسبوك، ولو في اطفال يعني لهم ابداع ولهم حب في هذا التخصص احنا يعني حريصين قوي اننا نبرز يعني احسن. وبعد ما يجوا يا دكتور بي بي بيتم انتقاء اطفال ولا اللي عاوز يشارك بعد كده ويكمل بيكمل؟ لا هو لو يقدر يعني يبقى فيه مشاركه بنفس الشكل اللي احنا شفناه دلوقتي، يبقى جزء ان هو بيعمل اداء معين، بينقل معلومه معينه هو عارفها او احنا بنضعه في اطار ان هو يوصل معلومه معينه، وبيبقى فيه طبعا
تيم. احنا معانا ثلاثة بس التيم بتاعنا أكبر من كده، في أربعة كمان ممكن إن شاء الله في مرة أخرى إن شاء الله. لا حضرتك لازم تنورنا عشان في علامات استفهام كتيرة قوي على موضوع الكوكب اللي هيهبط على الأرض ويوم القيامة يعني كويس إن إحنا شفنا طبعا يعني مثلا علماء وباحثين بيتكلموا على يعني اكتشافات لكواكب جديدة وكده، بس كويس برضو إن أنا أوصل ده بالأطفال للأطفال وللنشأة وللكبار يعني صدقني، لان انا اكيد لو انا شفت اطفال رواد فضاء بيتكلموا انا هبصرهم سهل قوي على فكره جدا جدا، مش قصدي والله العلماء على راسي من فوق، بس لما اطفال بيتكلموا انت استعنا بيهم عشان كده يعني. طيب انا عاوزه بس افكر مشاهدينا فيسبوك المرصد الفلكي بالجامعه الامريكيه لو حابين ان انتم تتواصلوا مع رواد الفضاء الاطفال وعن كل الانشطه اللي هم هيعملوها في الفتره اللي جايه. نصيحه اخيره تديها لكل الاباء والامهات اللي شايفين ان في زي كده امل في اطفالهم او حاسين ان هم ليهم اتجاه في القرايه، او حتى لو هم ما عندهمش اتجاه في القرايه تقول لهم يا يهتموا بالاطفال قوي، لان هو ده اللي يعني هيصنع مستقبل افضل لينا كبلد. والطفل عنده يعني بوتنشال عالي يعني عنده طاقه وعنده امكانيات وعنده حافز، هو بس محتاج حد يعني محتاج حد يديله مجال ومحتاج فرص. فمهم قوي ان الانسان يبقى ليه إضافة ويبقى ليه يعني يقدم إيد العون للأطفال اللي ليهم فكر واللي ليهم يعني أصحاب إبداع، بحيث إنه يوضع في شكل زي ده، يوضع في شكل حد بيعمل اختراعات أو كده. فمهم قوي إننا يعني نمنح فرص للأطفال من أجل مستقبل أفضل لمصر. مشكورك جدا يا دكتور، جدا جدا على وجودك معايا النهاردة حبيبي. أنا مبسوطة قوي إن أنت كنتي موجودة النهاردة، وهتجي لي بقى المرة الجاية عشان نقعد نتكلم على الكواكب التانية. اتفقنا؟ ماشي يا أحمد. اتفقنا أحمد؟ اتفقنا. انت شكلك كده هدي لوحدك. بشكركم مره تانية، نورتوني النهارده، وانتوا اطفال تجننوا، مش هقول اطفال هقول كبار تجننوا، ان شاء الله تكملوا كده في اللي انتوا بتعملوه وتقروا اكتر وتعملوا وتقعدوا تحفظوا كمان صحابكم واخواتكم وكل الناس اللي حواليكم. اتفقنا مشاهدينا الاعزاء؟ انا مبسوطه جدا بالفقره دي، اتمنى ان حضراتكم تكونوا انبسطتوا كمان. استنوني بعد الفاصل، هنتكلم عن موسم الامتحانات وهنتكلم عن تنظيم الوقت. استنوني بعد الفاصل على طول.